شهد حسام يتذكر تواريخ مناسبة الحكي عن الطبخ، يتذكر تاريخ أول مرة طلعتوا سوا وعزمتش على أكل و... أول لقاء، أول موعد، ما أدري، عيد ميلاد، عيد زواج. زين بذني التواريخ؟ اسأليني. إي اسألي، لأن أنا أتذكرهم. شنو تاريخ أول لقاء بيناتكم؟ لا لا اتذكر والله. سوري يعني اتذكر السنه. اوكي. واتذكر يوم الخطوبه. مو يوم الخطوبه. اتذكر يوم اللي انطيت الحلقه. واتذكر يوم اللي تزوجت. بس اتذكر سنه اللقاء. زين التواريخ شنو هسه؟ هسه سنه اللقاء 2014. زين. كانت في مشيغان. شهر الثامن. يوم 9 طيب كملت لك. كان يوم سبت. كان يوم سبت ودينا مطينا واكو غير. لا 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 وين أزمني؟ وين أزمتها؟ أول يوم؟ إيه أول يوم. أخذتها المطعم إيطالي اسمه أوليف جاردنز. هي ما تعرف. لحظة. شرف إيش خلاك؟ أحب هاي النقاشات. مال لحظة واحدة كمل لله. المصورين أنتم خليكم هنا. أقول لك. لا. سولفتي يا هاني بس. انتي معزومة على غدا، يصير اللي عازمك ما ياكل بيومها؟ طبعا لانه عنده حفلة. ليش عازمني؟ انا بيوم الحفلات ما اكل. ليش عزمتني؟ المراد يشوفك، مو هذا دليل محبة. عزمني وطلب الاكل وقال لي انا راح اطلب اصلي وانا يوم عندي حفلة ما اقدر اكل. أيوة. واني فجلت. وقلت لها اذا اكلت انت انا راح اكون سعيد مني. كأنه انا ما اكل. سالف الخطوبة. وكلتها اول مره بحياتها بطريقه هاي الروبيان. اوكي. كان عندهم شرم ويسووه بطريقه كلش طيبه. زين. عين هي عافت الاكل كله وداست بهذا المعون. قلت لها اجيب لك معون ثاني. ابد ما لا تنحرجي. يعني لا تنحرجي انت يعني جدا طبيعي. قالت لا 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 من هاي لا لا ايش بعد.